نريد أن أخبرك بأن برشلونة وافق على دفع السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ أهلا بكم يا جماعة الخير في مقطع جديد، حياكم الله جميعا. مقطع كرير عزيزي المتابع، قبل ما ندخل المقطع الكرير هذا، ناس الرايقين بلك شاه قهوة اللي هو المهم، طوق معانا واستمتع أوكي. الوضع يعني حيكون روقان، طور هذا يبغى له روقان أكثر من أي طور ثاني. المراقب رجع من الأنجرتين يا شباب وجاب لي كم لاعب يعني، وقال لي شوف عندك هذا راح يتطور من 59 المتوقع يعني إلى 65، هذا بيتطور من 66 ل 90، هذا راح أجيبه عندي في الأكاديمية وأضبط المرتب كبات تلقائيا والتعاقد مع اللاعب يعني. ذلك هذا اللاعب يعني متوقع انه يبدا من 73 وممكن يوصل 93، بس وين مركزه ذا؟ عموما انا ما عندي مشكله اوكي، وبرضه تعاقدنا معه. ذلك هذا اللاعب يا جماعه الخير ممكن برضه تطور طاقاته، حارس مرمى ديم وطوله 195. يلا كذا اداره ريال مدريد مبسوطه مني اني فتحت الاكاديميه وجبت لي 3 لاعبين اوكي، ممتاز جدا شباب. عندنا اصابه لجارث بيل في التمارين يا جماعه الخير، راح يغيب مده 3 اسابيع. عندنا هنا برضه المراقب جامل السعود، انا ارسلته السعودية بالله اوكي، هذول ما اشكالها مو سعوديين يا اخوان. جاب لي لاعب اسمه وليد فراج متوقع انه طاقاته ترتفع من 6، والله انا راح اتعاقد مع هذا. برضو المراقب الثالث جاء من بولندا وجاب لي كم لاعب، اوه هذا بيتطور من اوكي، هذا 4 هذا جيبه عندنا وايضا هذا عمره 15 ذا، واو صغير مره. اثرف الملعب هنا يمديك تعرف وين يلعب اللاعب بالضبط يعني، شوف هذا يلعب وسط وممكن هجوم وممكن جناح. برضو راح اتعاقد مع هذا، انا ما ادري احس انه ممكن يصير قوي كذا. يا جماعه الخير احنا عاد الاهداف حقت النادي قاعدين نحقق منها لو حتى شيء بسيط بسيط حبه حبه. هذه أكاديمية الشباب حقتنا يا جماعة الخير، هؤلاء اللاعبين اللي أنا موقع معاهم إن شاء الله بإذن الله يصيرون إن شاء الله بإذن الله وحوش في المستقبل بإذن واحد. بالمراقبين بس قلت لهم يرجعون، بس أتفاهم معاهم بعدين أرسلهم مرة ثانية يروحون دول ثانية غير اللي أرسلناها لهم. هنا عندنا تعليق من الرجال اسمه علي جيمرز يقول جيب جناح مبابي ومهاجم هاري كين وديبالا ومحمد صلاح ووسط كانتي أو ناينجولان أو دي بروين أو خميس. خميس أتوقع إنه يمدينا نسترجع من بايرن. النية الصراحة محمد صلاح، محمد صلاح لازم يكون في التشكيلة اليوم بإذن الله. أنا أبغى أجيب محمد صلاح يا مدريد، هذه الحلقة أبو مكة لازم يلعب في مدريد بإذن الله. تونا في بداية الدوري وإحنا مركز الثالث نبعد عن الأول بنقطتين، ها حلو. راشفورد صار 85 يا سلام، فزنا يس يس. هرسل المراقب يروح مدة 3 أشهر فرنسا، نعم. المراقب الثاني راح أرسله للبرازيل، والمراقب الثالث راح أرسله للمغرب. يا جماعة الخير الشامبيونز ليج حان الآن أن ننتقم من روما، إيه إيش الكلام هذا؟ هم الأول، لو فزنا عليهم بناخذ حنا المركز الأول، والله العظيم ما أخليكم يا روما. كتوني كروز زعلان يقول لا أريد أن أكذب عليك أهل المدرب لكنني قلق بما أنك تريد استبدالي، أعلم أن هذا كانت من التخمينات الإعلام. ابن الحلال أنا عندي لعيبة كثير وما أبغاك، أنا ما أبغى أبدأ فيه. دراما ما راح ابدي فيه، عندي بوجبا وكاسيميرو ومودريتش اوكي، هو حيكون برا التشكيله حتى. فلو اضطريت اني استعمل لاعب وسط راح استخدم اسكو ممكن، اما توني كروز ما هو من الخيارات في هذه المباراه، قرارات مدرب يا. المهم هيا بينا لروما نوريهم شغلهم، هيا اكبر هيا يا عيال. الهمه والله دقونا مره ما اوكي. بسم الله على بركه الله، نبغاها نتيجه يا شباب، هيا اسكو. روح بوجبا، روح روح روح. بيل بيل بيل. حلو هي حرام عليك يا اخي. يلا اوف الله لا حلو. يلا اوه يلا تكفى. يلا يا بيه والله العظيم اذا ما فزنا جلطه دي والله. لو ضيع يا بن لو ضيع عيب عليك. ايوه جول جول، ليتس جو يا بن، ليتس جو ليتس جو. أباطس يا ساتر يلا بيل بيل. الله يا بيل يا مجنون يا مجنون يا مجنون. أجلد أجلد ليتس جو. يس الله عليك كورتوا يا مجنون. يس حلوين حلوين. احنا على فالنسيا 2-1 اوكي. هذا تقرير اكاديميه الشباب يا جماعه الخير.
يقول لك يعني اللاعبين تطوروا وما تطوروا من هالسوالف، واسكو زعلان عشان ما نلعب، احنا كل ما لعبنا خارج ارضنا ننجلد. كان المراقب جاب لنا كم لاعب كويس من المغرب، ها؟ طيب اتوقع اني راح اتعاقد مع مراد، يا اخي غريب وعمره 15 سنه ومدقن كذا. برضو المراقب جاب لي هؤلاء اللاعبين من البرازيل يا اخوانه، خطير اذا تطور مره يا شباب، شكلي بجي. عمره 17، لا انا ابغى بس صغار مره. حارس مرمى طوله مترين وعمره 15 سنه، اوف هذا كيف انولد؟ هذا فرنسي بس شكله كوري كذا يا ولد، ابى اجيبه. ميسي لاعب السنه الماضيه، توهم يعلنونها. اوكي شفتوا لوكا مودريتش نقص حبه يا شباب. الانتقالات الشتويه يا جماعه الخير، اليوم يصادف يوم الانتقالات الشتويه او اول يوم من الانتقالات الشتويه. اللاعبين اللي نبغى نتعاقد معهم يا جماعه الخير، محمد صلاح في الهجوم ودي براين في الوسط. يا اذا دي براين ما جاء يا جماعه الخير خلاص يصير نجيب خميس من عند بايرن نقطع الاعاره حقته وخلاص، لكن ابو صلاح ينزل اليوم ان شاء الله. ميزانيه الانتقالات يا جماعه الخير 256. طبعا بيل غادر النادي، بنزيما غادر، ومودريتش غادر. الله يسر عليكم، ما قصرتوا ابدا. ربحت مره اخرى جائزه مدرب الشهر. بسم الله، لنتعاقد مع ابو صلاح. طيب نقدم له رسوم انتقال. اوكي هو سعره في قيمته، وخاف يطلبون الدبل يا اخوان، بس نعطيهم في قيمته اول شيء. الصلخ كلهم 138. اسف لك القرار. اوف مره معي شباب، ابو صلاح يستاهل 300 شباب، بس تعرف يعني لازم نوفر. وافق والله على 160. معقوله 160 يا شباب في ابو صلاح ولا تحصونها كثيره؟ قولوا الصراحه. يا الله ابو صلاح شغل لي اغنيه مصريه يا ولد. العب طاقات اطربني. لا 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 ابو صلاح يا عمري يا ابو صلاح، هو اصلا قوته 88 زاد حبتين مع ليفربول. بس مشكلته القدم الضعيفه شباب، ولا هو ترى اسطوري. بقي معنا من المال 81 مليون فقط. الله ابو صلاح استنزف ام الميزانيه. شوف دي براين نجرب، يمكن نعطيهم اسكو ويوافقون. احنا ما عندنا 118، فايش رايكم نعطيكم لاعب وسط اللي هو اسكو، يعني سعره 83 اصغر. اوكي واسكو ترى ممتاز، يا رب يوافق يا رب. سناخذ لعبه اعتبار اضافه الى مبلغ مالي هون. اسكو و154. لا والله انهاء التفاوض انقلع. شوف بيضحكون علينا، شوف الاصلع امشيات. هذا خميس يا اخوان استعاد من اعاره، ندفع فيه 5 مليون طز. تعال يا حبيبي، واحنا كنا نبحث عن ظهير احتياطي يا جماعه الخير صح؟ نستعيد الرجال الطيب من ريال سوسيداد ب يا مليون ونص يا. اوكي خميس رجع من بايرن، وهرنانديز الظهير رجع من الفريق هذا. ترى هرنانديز شباب يتطور واسطوري، ترى عمره 21 تو الرجال. وبتعاقد يا جماعة الخير مع دي يونغ كذا، انا الرجال خاق مع ذا احتياط يعني، فهمتم؟ بسم الله اتصال للشراء، بسم الله ان شاء الله ما يصلخني. يبغون فيه 56، والله لو وافق على طول من غير مناقشة. الرجال صغير ومكسب وقبول، وحي الله دي يونغ عندنا في النادي، منور كبير حياك الله. طاقاته صارت 83 يا شباب، سرعته ممتازة، لياقته ها، طاقات الدفاعية عنده جيدة، لاعب المستقبل. عرض انتقال لماركو اسينسيو ب 82 مليون، لا والله ما بيع. نريد ان اخبرك بان برشلونه وافق على دفع الشرط الجزائي بمبلغ 154 للاعب اسكو، وبدا معه التفاوض. كما تعرف ذلك ان القرار كامل يعود من ورايا. برشلونه بيشترون اسكو؟ والله انكم دلوخ يا انا. يعني اسكو اوكي لاعب جيد، ما ادفع فيه 154 اروح اشتري دي براين؟ انا عندي اشتري دي براين. شكرا يا برشلونه على علاقتكم. الاداره ما ادري كيف تفكر، بس شكرا، ما راح اعترض عليهم، يعني ما راح اجدد عقدي مع اسكو، خليه يروح. هو اصلا من اول قاعد يشتكي، فخلاص خليه يروح. جات اللين عندنا يا شباب والله. اوكي هرنانديز سعيد وهازارد سعيد. هازارد 28، وات يكبر بسرعه ذا الواد. اوكي والله اسكو وقع مع برشلونه ب 154 بس دفع الشرط الجزائي. والله والله صح، والله الحمد لله ان الشرط الجزائي كان عالي. يلا تعال دي براين تعال، بالمبلغ اللي يبغاه بنجيب. اوكي يقول يبغون فيه 219 وربي تخسى. سلامات دي براين، مرة غالي يا شباب، ما توقعته كذا، مع السلامة. طيب شباب مين في بالكم لاعب كويس غير دي براين ب 145 مليون يا أخي؟ لا يا أخي، يعني الآن برشلونة ذيابه يوم اشتروا اسكو ب 154 مدري كم. حلو، كازيميرو راح يغيب مدة شهرين شباب. طيب مباراتنا الأخيرة لليوم يا جماعة الخير ضد اسبانيول، راح نجرب فيها محمد صلاح ودي يونغ، يعني اللاعبين الجدد اللي جبناهم عندنا في التشكيل. عن فران يا جماعة مطرود، فمضطرين ان نريحه شوية لين يرجع. عدني صلاح للآن ما جرب لا الالتيميت تيم ولا كارير ولا شيء. على بركة الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو صلاح رب حركاتك يا أبو صلاح، حرك. شايف أبو صلاح عيال؟ شايفينه؟
شايفينه؟ شايفينه؟ هي الله يا ابو صلاح يا شيخ يا عيني يا عيني بكل سهوله انها ليتس جو يا ساتر يا ساتر جابوا التعادل اوف خطا دفاعي فادح يا اخي تخيل نتعادل مع اسبانيول والله يا ساتر يا ساتر والله اوه طلع وات ذا هيل والله اوف تكفى هازارد يا عيني هازارد من المرتدة يا السلام عليك وصلاح يا عيني ابو مكة يا كبير اطرح الحفلية حقه مصيدة لي يا ساتر كبير اوه عشان كذا المباريات خارج ارضك تجيك صعبة يلا توني كروس يا سلام توني كروس سجل بالراس شك راشفورد في الخيمة الآخر راشفورد يا سلام خلاص قضينا عليهم يا ولد شعر. والله مباراة ممتعة شباب والله ممتعة طيب لازال معنا يا جماعة الخير 157,000 وباقي 4 أيام على انتهاء الانتقالات الشتوية فبرأيكم يا جماعة الخير لاعبين الوسط اللي عندنا بوجبا وكروس وديونج وخميس كازيميرو مصاب يا شباب أوكي يعني عندنا تقريبا 4 لاعبين من الوسط هجوميين وواحد فقط دفاعي اللي هو كازيميرو معناه ان احنا نحتاج لاعب وسط دفاعي فما ادري تبغون نجيب لاعب غالي مرة زي كانتي زي فابينيو او تبغون نجيب لاعب متوسط يصير يلعب بديل لي شباب كازيميرو يعني بديل بس اللهم في مباريات بعض المباريات تدخل وزي كده ايش رايكم انتم يا شباب وتعرفون الميزانيه اللي عندنا ممتازه ممكن نجيب فيها لاعبين يعني ذو مستوى مره ممتاز اوكي يا جماعه الخير وبكذا وصلنا الى نهايه الحلقه لا تنسون تضغطون زر اللايك اللايك هو اللي يعطيني حماس ودافع قوي اني اكمل في هذه السلسله تابعوني حساباتي تحت ما تحرمونا من اقتراحاتكم اشترك اذا ما كنت مشترك في القناه السلام عليكم